عاجبك كده يما؟ يرضيكي اللي محمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم عليا. اه والله. طب حتى لو شافع مزعله، طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعاتب؟ لكن ازاي ابنك اتقمص وزعل وساب بورسعيد كلها باللي فيها؟ اسمعي بقى يا بنتي يا تحيه، ما توجعيش دماغي انت واخوكي، كل ما اسالك تقولي لي ما فيش حاجه، ده كان سوء تفاهم بسيط وعد، اساله هو يقول لي ده شالوني على راسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل، انا بس اللي ما سلكتش في البلد وما حبيتهاش. اسمعي بقى اما اقول لك، عايزين تحكوا احكوا لي وهاتوا من الاخر، وما تفضلوش توجعوا في قلبي. والله يما مفيش، الموضوع بسيط، انا هحكي لك بقى وامري لله عشان ما تفتكريش ان انا قصرت معاه في حاجه. مالك يا بطل؟ مالي؟ ما انتش عارف في يما؟ في ايه؟ الله الله الله، في ايه يما؟ واحده من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك من ايه؟ تكون متنيله عينه وعندها حاجه اسود عصايه. ها، هو ده اللي انا علمتهولك؟ وبعدين انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تتقص، ما اتعصتش ليه يا كلب؟ اعمل ايه بقى ياما؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمه. شيطان؟ شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى ياما، هي دي التربيه اللي انا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدى يا بطه. انا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم اختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. اهدى، الناس فتحوا لك بيتهم واكرموك اخر كرم، هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط يا امه. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا الوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى يا امه؟ فقري، ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله، طمني عايزين نظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. اه، حسين ده بقى وقعته سودا. واكبر قوم فز يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ اه واضح. هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على الرسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه، يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله، بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب صراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص. إلا جامدة، ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل إيه بس يا حاجة؟ ما هو أنت اللي طبيخك زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك أنت وسيب الأكل لينا إحنا. أنت عارف بقى يا حسين، بعد الجملة دي بالذات أنا لو منك ألم شنطة هدومي وأسيب البيت ده، أصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة، هات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح أصلي العصر أحسن. كرامة إيه؟ ده جبل لو ما بيحسش على دم، هو ده عنده كرامه ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا ام، هاتي دي. بقول لك ايه، انت كمان اللي انت عايزاه، انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله، حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا ام. مش كفايه عليا ابوك اللي عازم لي بكره لجنه العمال على الغدا، وانا بصراحه بقى ما عادش فيا صحه للكلام؟ ولا يهمك يا محاسب حسين، انا هكلم لك الضابط بتاع امن الدوله يجي يلم عبد الناصر واصحابه من الشقه. اضحكي بقى يا بطه. يا ابن الايه، وحشتني. بس برضو ازاي يا واد تروح تجيب واحده من الشارع؟ ليه رمرام بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقه القمر تروح تجيب واحده من الشارع؟ والله انا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت، هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه؟ خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عذراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بص بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بص يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومة كآبة، شلت غتاتة قاعدة في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده؟ بصراحة بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا أنت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع؟ ها؟ مش عايز أفسر بقى، هتبقى عيبة في حقك. يلا سلام عليكم، أسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم أنتوا بتتصالحوا، ها؟
كفايه جرم العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس اتصالحوا ها بالراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. السلام عليكم. حاضر يا محمود. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني انت الظابط يا ابني، زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزلة. انت ازاي ما طلعلوش امر اعتقال فورا؟ ممكن يا فندم، بس بتهمة ايه؟ يا سلام، لو هو لما يثبت مخبر ويطول عليه وتعدى عليه اثناء خدمته، دي مش جريمة؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان ستك عصبي شوية النهارده، عشان كده انا مضطر افكرك. المراقبة اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن نيابة. اعتقل الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره، الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. انا مش فاهم، الواد جاب الجرايد دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على ما عودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم. انما دلوقتي خلاص، الواد من دول بيخش في السياسه وبقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير، بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم؟ سيادتك لما تعتقل واحد من البهوات اللي بتقون دول وتوديه ورا الشمس، محدش بيبكي عليه. ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير. انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبه. لو قربنا ناحيه اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجيلك من منظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دوليه او محليه. خلاص يا سيدي، ما تحسسنيش ان انت بتحسدني. طب ما حضرتش ايام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد لي يومين. المهم يا باشا، عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما يتفرعنش علينا بعد كده.